السلام عليكم، يعطيكم العافية. إن شاء الله أن يكون صوتي هالمرة أحسن مسموع، لأنه جتني أكثر من ملاحظة عشان موضوع الصوت. إن شاء الله أنه عدلت شوي بالسيتنجز يطلع الصوت أوضح. نكمل اليوم المحاضرة الثالثة في موضوع LMS، إن شاء الله راح تكون الأخيرة. حكينا إحنا في البداية بالمقدمة عن البيسك برنسبل للإم إس، بعدين حكينا عن موضوع الأجهزة وقطع الأجهزة وكيف بنعمل التست. هسا بدنا نتعلم إنه كيف نستفيد من الداتا اللي بتطلع من جهاز الماس. طبعا في نقطة، الجهاز اسمه ماس سبكتروسكوبي، واللي بيطلع من الجهاز اسمه ماس سبكتروم، لكن هذا مجازا. يعني احنا تعلمنا ان السبكتروسكوبي هو تفاعل الضوء مع المادة، لكن فعليا في هذا الجهاز ما في تفاعل الضوء مع المادة، فالكونديتيشن ما له علاقة باللي درسناه بالاي ار وباليو في، لكنه مجازا نطلق عليه سبكتروسكوبي. وهو الاصل اذا بدنا نصنف هذا الجهاز فهو ماس انالايزر ممكن نحكي عنه، لكن متعارف عليه اللي هو الماس سبكتروسكوبي او الاختصار المشهور اللي هو الام اس انسترومنت. طيب المعلومات اللي ممكن احنا ناخذها من جهاز الام اس، في عندي انا ثلاث معلومات مهمات. المعلومة الاولى والاهم او من الاهم اللي هي مولكيولار ويت ديترمينيشن. يعني انا بجيب عينه مثلا عاملها سينثيسيس في اللاب وبدي اتاكد من المولكيولار ويت لهاي العينه، او بجيب عينه انون وادخلها على الجهاز وبشوف كم المولكيولار ويت لهاي الماده. الاستخدام الثاني او الفائده الثانيه للداتا من جهاز الام اس اللي هي identification of unknown compounds، هاي كثير مستخدمة في الفورنسيك ساينس أو اللي هو علم الأدلة الجنائية، كمان مستخدمة بالصناعة الدوائية في تحديد شيء اسمه impurities. يعني لما نكون نعمل إحنا درج جديد، فهذا درج أثناء عملية التصنيع أو أثناء عملية التخزين ممكن ينتج عنه شوائب أو impurities. فاحنا الشوائب والبيرتي اللي هاي الستركتشر تبعها ممكن نعرف جزء منه، في جزء ما نعرفوش. جهاز الماس هو من الاجهزه المستخدمه في التعرف على هذا الستركتشر للكومباوندز، لانه كمان مره انا بنتج درج وانا عارف ايش هو، بيطلع عندي حوالي 98% يمكن، لكن في عندي 2% مجموعه من الشوائب وتركيزها قليله. هذول الشوائب عشان نتعرف شو هم ونعملهم ستركتشر ونعرف بالضبط شو هم هذول الكومباوندز، من الأجهزة المستخدمة والأهمية ومهمة جدا اللي هي أجهزة الماس، بالإضافة للستركشر انفورميشن. هاي برضه رح نتعرف عليه في محاضرة اليوم، إنه حكينا إنه في عندي أنا ماس سبيكترم بيعطيني اللي هو الام بلس أو مولكيولار أيون، زائد بيعطيني فراجمنتس. هذا الفراجمنتيشن أو الباترن تبع الفراجمنتيشن هذا بفيدنا معلومات عن الستركتشر، شو فيه محتمل فانكشنال جروب او شو فيه كاربون بوندز. راح نتعرف اكثر على هذا الموضوع. راح احكي عن كل واحد فيهم بالتفصيل، بس قبل ما احكي عن كل واحد فيهم بالتفصيل بدي بس نتعرف مع بعض على الماس سبيكتروم. كمان مرة حكينا انه الماس سبيكتروم مجازا اسمه سبيكتروم، هو فعليا الاكس اكسس مش هو الويف لينث. نتذكر انه في اليو في كان الاكس اكسس هو اللامدا او الويف لينث، انا بغيره بشوف تلاقى مع الابزوربنس. في الاي ار برضه هو بيعبر عن الويف لينث، هو كان ويف نمبر اللي هو سنتيمتر ماينس 1، لكنه برضه بيعبر عن الويف لينث مع ترانسميتنس او ابزوربنس. لكن في حالة الماس سبيكتروم هو فعليا على الاكس اكسس عندي اللي هو الام اوفر
زي، أو ممكن اختصارا نحكي الماس. ليش؟ لأنه حكينا إنه الزي اللي هي الشارج بدي اياكم تعتبروها إنها بلس 1، فبصير الام اوفر زي ريشيو تساوي الام. فالاكس اكسس هنا هو شو الجهاز بشوف ماسز، شو وصل على الديتكتور من ماسز، او شو تكسر من الملكيور اللي انا بفحصه ايونز. دائما عندنا اخر سيجنال على اليمين، يعني هاي مثلا، هاي دائما اللي هي الملكيور ايون سيجنال او بيك. بيك سيجنال نفس المعنى، مولكيولار ايون بيك او مولكيولار ايون سيجنال هي نفس المعنى لهذا الخط اللي على التشارت، اللي هو في حال هذا المثال اللي انا حاطه 44 هي البيرنت بيك او المولكيولار ايون، دائما برمزها بالرمز ام بلس، اللي هي نتذكر حكينا انه المولكيول لما يدخل على الايون سورس ويتعرض للبيمز اوف الكترون يؤدي الى فقدان رواحه من الالكترونات وبنتج عندي ام بلس. طبعا هي ام بلس راديكال لكن نعتبر ام بلس. فالام بلس راح نشوف بمحاضره اليوم ممكن يتعرض لتكسير اكثر، لكن جزء منه راح يمرق ويصل للديتكتور. فالسيجنال اللي بتكون اعلى قيمه في الماس او ابعد بيك باتجاه اليمين، ما في بعدها بالعاده اي سيجنال او اي بيك، هاي هي الام بلس اللي هي بتعبر عن المولكيولار ويت من هذا الرقم اللي احنا شايفينه. فلازم انا اتخيل انه الماس للانالايت اللي انا بحلله في هذا المثال هي 44، يبقى المولكيولار ويت لهذا الكومباوند هي 44. في عندي مصطلح ثاني اللي هو البيس بيك. البيس بيك هي اطول بيك او اطول سيجنال موجودة في السبيكترم، فمش دايما البيرنت بيك هي الاطول، هي اكيد الابعد، هي اكيد اخر واحدة على اليمين او صح اللي لها اعلى قيمة ماس لانها هي الموليكيول، لكن كارتفاع البيك اعلى واحدة بتكون البيس بيك. هسا شو يعني ارتفاع البيك؟ الواي اكسس هو الريلاتيف اباندنس اللي هو نسبة كل ايون موجود، يعني ممكن نتعرف عليها اكثر في كمان شوي لما نحكي عن، لكن خليني ارسم 5 مولكيول دخلوا على الايون سورس. ممكن هذا المولكيول مرق وصل للديتكتور ام بلس، ممكن هذا المولكيول صار ام بلس بعدين كمان مره تكسر بعدين تحول لفراجمنت 1 بلس. خليني احكي انه الماس لهاي الفراجمنت يساوي 29، وهذا حكينا 44. ممكن هذا برضو تكسر اول اشي للام بلس بعدين كمل تكسير وصار برضو الاف 1 بلس، يعني 29، هاي 29. هذا ممكن انه تكسر واعطاني برضو 29، وهذا مثالها طبعا كسر واعطاني الام بلس. هسا الديتكتور بيقيس لي انه وصل عنده من الام بلس 1 2، فهو في عنده ام بلس ضرب 2. الاف 1 او ال 29 بيقيسه الديتكتور انه وصل من عنده 29، 1 2 3، فمعناته الاف 1 الفراجمنت 1 اللي هي على 29 في موجود منها 3. لما ينرسم
هذا السيجنال راح ارسم مثلا هنا، خلينا نعدل هذا، ارسم في هذا المثال 29 وصل منه 3 اللي هي عند 29، وعند 44 وصل 2. الطول بين هذول التو سيجنال، نفترض انه هذا 44، طبعا في اللي قدامكم السبيكترم في اكثر، لكن انا بس بعطيكم مثال واحد عشان تعرفوا الفكره. فانا التوتال هم 5، 3 منهم كانوا من 29 و2 منهم كانوا من الان، فلازم يكون الطول بين هذا السيجنال وهاي السيجنال نفس الريشيو بين 3 ل 2. فاذا كان فرضا هذا 3 سنتي، فهذا لازم يكون 2 سنتي طول هاي السيجنال. لكن علشان ما يكون في ارقام 1 و2، فهو بنعطى ك percentage، فبنعطى لهذا اللي هو 100%، الباقي بنقاسه على اساسه. فاذا كان هذا 100%، فهذا لازم يطلع هنا 2 × 3 × 100%، وتقريبا يساوي 66. فهو على السكيل راح يكون هذا السيجنال 66، اللي هي بالنسبة ل 100% اللي اعتبرناها للبيس بيك. راح نتعرف انه ليش في ليش هذا الايون على 29 وليش هذا البيرنت بيك اقل، ومرات ممكن يكون بيرنت بيك هو البيس بيك. يعني مش شرط دائما انه المولكيولر ايون، هذا المولكيولر ايون، انه هو يكون اقصر واحد في السبيكترا، ممكن يكون هو البيرنت بيك ويكون في نفس الوقت البيس بيك. في هاي الحالة، وهي الحالة هاي هي على فكرة هي الكومون، ان عادة المولكيولر ايون مش البيس بيك، لكن ممكن انه يكون المولكيولر ايون نفسه هو البيس بيك. فهو كمان مرة نفرق بين الشغلتين، البيرنت بيك او المولكيولر ايون هو اكبر ماس موجود في السبيكترم، واللي هو بيمثل المولكيولر ويت. البيس بيك هو اطول سيجنال موجودة بالسبيكترم، ممكن يكونوا المولكيولر ايون هو نفسه البيس بيك، ممكن لا. وفي حالة ثانية انه ممكن يكون المولكيولر ايون مش موجود، يعني اذا كانت ظروف اللي في الايون سورس بتؤدي الى تكسر كل الام بلس وتحويله لفراجمنتس، ممكن انه في حاله في هاي المثال يمكن هذا مركب المولكيولر ويت تبعه 90، لكن السبيكترم مش مبين ال 90، فهذا سببه كمان مره انه الايونايزيشن قوي، فهذا ادى الى تكسير كل الام بلس، وما ضل ولا ام بلس وصلت على الديتكتور. طبعا هذا ممكن انه يتعالج بانه انا استخدم طريقه سوفتر او طريقه الطف للايونايزيشن، والكيميكال ايونايزيشن من الطرق المستخدمه في الحاله، لانه هاي انا بدي الهدف اكون اتاكد من الام بلس، وممكن استخدام ايونايزيشن الكيميكال ايونايزيشن اللي هو سوفتر الطف بكسرش كل الام بلس، وممكن انه هذا يحل لي هاي المشكلة. فهذا السلايد هو تلخيص للي حكيناه، من انه البيس بيك هو 100%، الاكس اكسس هو الانتنس الماس، الاكس اكسس والواي اكسس هو الانتنسيتي للسيجنال او عدد الايونات بيمثل اللي وصل على ديتكتور. كونه هاي الام بلس وهذولا باقي السيجنالز، هذا وهذا 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 كلهم هذولا
فراجمنتس. كل هذول فراجمنتس للمولكيول الاصلي. نرجع لموضوع انه المعلومات المستفيد منها من الماس داتا. فهاي الداتا اللي من الماس رح تعطيني معلومة اللي هي المولكيولر ايون اللي هو المولكيولر ويت. فانا من المولكيولر ويت اللي بيطلع معاي فبصير في عندي معلومة مهمة اللي هي المولكيولر ويت. طبعا اذا كنت انا بعمل تحديد لمادة مجهولة وعرفت المولكيولر ويت، الأجهزة الحديثة ممكن انها تحدد لي المولكيولر فورمولا المتوقعة لهذا الكومباوند. يعني في مثال، اذا كان في عندي ماس سبيكترم لمادة مجهولة وانا حددت لها مولكيولر ويت 110، هسه السوفت وير الحديثة والداتا بيس، هسه راح اورجيكم واحد، ممكن يعطيني choices، ممكن يعطيني احتمالات انه شو المادة الموجودة بناء على الماس. فأنا بحصر خياراتي في هالموضوع. يعني خليني أورجيكم المثال. هاي داتابيس أوروبية طبعا free online، وقع اسمها massband.eu. أنا لأفترض انه أنا عندي compound عملت له mass spectrum، طيب معي الام مولكيولر ايون او المولكيولر ويت 254، فانا ممكن اعمل ممكن احط حتى 0.1 واعمل سيرش على الاكزاكت ماس، اعطاني 290 احتمال، اعطاني جنبهم الاكزاكت ماس. طبعا لو انا بعرف الاكزاكت ماس اللي طلع معاي ممكن اضيق الاحتمالات اكثر واكثر. يعني طلع عندي الاكزاكت ماس في الجهاز 254.05، بحطه بشوف ايش خيارات ممكنة. يعني مثلا خليني اشوف هالمثال 331.1 سيرش. في هذا 331 افترض انه انا الماس عندي اعطاني 331، فبتطلع هون اعطاني 60 خيار. فانا مبدئيا قللت الخيارات للكومباوند هذا بناء على هاي الداتا بيس. طبعا كونه انه احنا عند هاي الداتا بيس ممكن، طبعا الداتا بيس هاي بتحتوي على الاف والاف من السبيكتروم. يعني مثلا اذا انا حضرت في اللاب سيبروفلوكساسين وعملت له ماس عشان اتاكد غير مولكيولر ويت، ممكن انا اتاكد من شغله اللي هي انه انا حضرت السيبروفلوكساسين وبدي اشوف الماس المتوقع للسيبروفلوكساسين. هي هنا اعطاني السيبروفلوكساسين، هي في 27 سبكترا، خلينا اشوف واحدة فيهم. فبيطلع لي الماس اللي هو للسيبروفلوكساسين. فانا هون هاي طبعا لازم تكون اشوف اللي هي 332 اللي هي المولكيولر ويت للسيبروفلوكساسين، وهنا ببين لي التكسيرات. ففي عندي هنا ام اوفر زي 314، هنا عندي ام اوفر زي 288، عندي 254. فانا هذا الكومباوند عندي طلع ماس بيشبه هذا الماس، فهذا كونفورميشن عالي انه الكومباوند اللي حضرته صح. وراح نحكي هسه كيف نستخدم الماس كفينجر برينت. مثلا هذا كومباوند ثاني اللي هو الجابابنتين. الجابابنتين المولكيولر ويت 171. هسه في هاي الحاله المولكيولر ايون هذا الام بلس مش هو البيس بيك، هاي البيس بيك اللي هو على 95. في حاله السيبروفلوكساسين كان الام بلس هو نفسه البيس بيك، كان هنا البيرنت بيك هو نفسه البيس، لكن هذا مش دائما كيس. انا في عندي هنا البيس، اسف، هنا مولكيولر ايون وهذا هو البيس بيك. طبعا بيكون في معلومات انه وين المكان ما عمل التست، متى تاريخ التست، معلومات الطالعه، اسم المركب، وكل الداتا اللي
ممكن يحتاجها الريسيرشر. تمام. فمن معلومة المولكيولار ويت اللي هي ناخذها من المولكيولار ايون ممكن اطلع انا بريدكشن للكومباوند اللي موجود. اذا كنت انا بتعامل مع النون كومباوند فممكن اعرف المولكيولار ويت، اعرف احتمالات ايش الستركتشر. تمام. غير موضوع اللي هو المولكيولار ايون اللي هو المولكيولار فينجر برينت اوف ذا كومباوند. ايش يعني هذا الكلام؟ انه كل كومباوند تقريبا له تكسير مختلف عن تكسير الكومباوندز الثانية. يعني خليني اروح على الوايت بورد. يعني نفترض كان عندي كومباوند، فهذا الكومباوند عملت له رن على الماس اعطاني هذا، زين اعطاني. طبعا الماس مش مرة مش دائما بيكون هيك، بيكون مجموعة من الفراجمنتيشن. اعطاني هنا ارقام الفراجمنتيشن والانتنسيتي. هسه هذا التكسير مع هذا الانتنسيتي كونه في موجود في داتا بيس ضخمة حاليا، فممكن مجرد كمان مش بس اني ادخل المولكيولار ويت على الداتا بيس، انه ادخل السبيكتروم المجهولة على الداتا بيس يعطيني احتمالات. فممكن يكون في ماتشنج عالي بينه وبين كومباوند معروف فيعطيني تقريبا شو هو الكومباوند. ومع تطور تقنيات الاي اي الارتفيشال انتليجنت الذكاء الاصطناعي، حتى لو كان سبيكتروم مش موجود السوفت وير الجديد بطريق باستخدام لوغاريتمات ممكن انه يعطيني بريدكشن شو المولكيول الموجود، او يعمل لي 2 3 سجستد كومباوند. وانا بستغل هذا الموضوع انه مش باخده كونفيرم انه 100%، مش هذا من 100% صح، لا انا اخذت معلومه فبصير افحصها، بصير اذا كان اعطاني ستراكشر مفترض باخده بروح بطلع على الاي ار، هل الاي ار متوافق مع هذا الستراكشر؟ يمكن من الاي ار والماس لحالهم اطلع ستراكشر. يمكن احتاج التكنيك الثالث راح ناخذه الاسبوع القادم اللي هو الان ام ار، لكن كمان مره انا الماس هذا عشان هيك سميته ماس فينجر برينت، زي ما كنا نحكي عن الاي ار من 1500 ل 600 انها فينجر برينت. ممكن الفراجمنتيشن هذا الشكل تبع السبيكتروم كم متكسر وكم قيم التكسير بالضبط، هاي يعطيني زي بصمه اصبع للمركب بحيث انه الاقيه في الداتابيس واعرف شو هو، او اذا ما كان كومباوند محضر من قبل مش موجود بالداتابيس انه السوفت وير ممكن يعمل لي بريدكشن ايش ممكن يكون هذا الكومباوند، وبناء على مجموعة الداتا الاخرى من الاي ار او من الام ار انه انا اعرف شو هو الستركتشر. هو غير موضوع احدد من الكلور ويت، صار في عندي ادلة او انفورميشن مهمة تعطيني بريدكشن شو الستركتشر للمادة الموجودة وانا بتعامل معها. هو كونه انه هذا مولكيولار فينجر برينت، فكل كومباوند له طريقه تكسير يونيك مختلفه مميزه حسب الستركتشر. فانه بالعاده من الصعب انه يكون في اكزاكت ماتش، ممكن يكون في تشابه عام بين تو كومباوند. فانه هذا الفينجر برينت بيعطيني امكانيه اتعرف على الكومباوند باستخدام الكمبيوتر بيس ماتشنج او سوفت وير بيعمل لي البريدكشن. المعلومه الثالثه اللي هي الستراكشر انفورميشن راح اتعلمها بعد يعني في هذه المحاضره، انه هو كم قيمه التكسير ممكن تعطيني معلومه انه شو الفراجمنتس اللي ظهر بناء على الستراكشر، اعرف انه هذا الستراكشر صح ولا غلط. وخلينا نتعرف على هذا الموضوع. في اول شيء نحكي عن الفراجمنتيشن. فراجمنتيشن هو حكينا انه اذا افترضنا انه هذا المولكيولار ايون او الكارب الكاتايون راديكال او راديكال كاتايون، اللي هو لما اذا كان عندي هذا هو الكومباوند اللي بحلله، فاول ايون بنتج هو المولكيولار ايون اللي هو لسه فقد الكترون واحد، فقدان الكترون واحد حافظ على نفس الماس. لكن بسبب
الانرجي العالية الموجودة في الايون سورس، عادة هذا النيوكلير ايون جزء من هذا، جزء منه، جزء كبير منه بيصير يتكسر. هسه التكسير زي ما انتم شايفين بتنكسر، بينكسر المولكيولر ايون او الراديكال كاتايون لقسمين، قسم باخذ البوزيتيف تشارج وقسم باخذ الراديكال. خليني اشرح لكم موضوع الفراجمنتيشن على الكومباوند اللي هو شرحناه في بداية المحاضرات اللي هو الهكسين. هكسين 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. هسا الهكسين لما يتعرض للالكترونات في الايون سورس راح يتشكل عندي 1 2 3 4 5 اللي هو حكينا راديكال كاتايون، كاتايونيك راديكال. بعد هيك راح يبلش الهكسان بانه يتكسر. هسا كيف بده يتكسر؟ حكينا انه بنكسر لقسمين، قسم باخذ الراديكال وقسم باخذ البوزيتيف تشارج. هنفترض انه انكسر من هون، ايش راح ينتج؟ ينتج خيارين، اما الواحد 2 3 4 5 هو بصير البوزيتيف وبنتج معاه اللي ظل عندي هون CH3، راديكال او العكس، هذا يكون الراديكال زائد CH3 بوزيتيف. احتمال الثاني للسايكلوهيكسان او اسف الهيكسان انه ينكسر من هون مش ينكسر من هذا المكان، بس اذا انكسر من هون برضو في عندي احتمالين، ممكن انه ينتج عندي هذا البوزيتيف زائد اللي هو CH3 CH2 زي هيك، هذا هو الراديكال، او العكس انه ينتج عندي هذا الراديكال ينتج عندي هذا الايون. طبعا تذكروا في الاورجانيك كيمستري هذا الايون اسمه كاربو كاتايون، لانه هو هيدروكربون ويحمل شحنه. هذا هو، خلينا افصل بينهم، هذا الخيار الاول في التكسير، هذا الخيار الثاني في التكسير. طيب نفترض انه انكسر الهكسين مش من هون ولا من هون، هالمرة من هون، راح ينتج عندي كمان مرة عندي خيارين، إما بنتج عندي هذا زائد القسم الثاني برضه هو بيشبهه لأنه هكسين قسم للنص. طبعا ممكن يكون الخيار الثاني لكنهم متشابهين، طيب شوف هسا الويت لكل من هذول الايونز. راح استخدم الكيم درو سوفت وير عشان احدد الوزن لكل ايون. احنا في البدايه كان عندي الكاتايون هذا اللي 1 2 3 4 5 انكسرت وحده، فانا زي ما انتم شايفين الـ
كم درو بيعطيني انه 86 اللي هو الفورم الموليكولر ويت للسايكلوهكسان او للهكسان. لكن اذا بدي اخذ هذا القسم من الهكسان ما اعمل هيك بالكم درو يعطيني انه 71. هذا الكومبوننت هنا الوزن تبعه 71. بالمقابل هذا اللي هو CH3 هذا سهل 12 و3 هذا اسف مش هذا الكربوكاتين هذا اللي هو 15. انا هسه بدي احدد انو اللي ممكن يصير على الديتكتر. الكاتيون راح يصير على الديتكتر هذا وهذا راح يصير على الديتكتر. طبعا هذا اللي هو نسيت احكي لكم النقطه انه هذا اللي هو الراديكال ما بيصير على الديتكتر. تذكروا لما كان يمشي الايون جوا الماس انالايزر بدخل على ماجنتيك فيلد وبصير ينحرف باتجاه الديتكتر. لكن اذا كان في عندي اللي هو الراديكال في زي حالتنا الاولى مثلا هون سي اتش 3 هذا ما بتاثر بالمجال المغناطيسي بضله ماشي فبيؤدي انه ما يصير على الديتكتر ويضرب في الهول تبع الكير. اذا تتذكروا حكينا انه بعد الايون سورس في عندي اللي هو الماس انلايزر لازم بالعاده يكون في ماجنتيك اللي هو بخليها تنحرف. فهو اللي بيكون طالع من هون بس بنحرف الايونات، اما الراديكال هذا بضرب في الوول. اتوقع في واحد من الانيميشن ورجتكم اياه كان تشوفوا كيف انه بتنحرف الايونات على اليمين والراديكال بيصطدم في الوول. فهذا الماس 71 هذا 15. نشوف الفراجمنت الثاني هذا 29 اللي هو هذا هذا 29 وهذا الفراجمنت اللي هو 57. نشوف الخيار الثالث اللي هو تكسير من نصف الهكسان فبيطلع عندي هذا 43. طبعا هذا نفسه 43 طبعا كمان مرة خليني اغير اللون انه هذا الكار هذا الراديكال هذا الراديكال هذا الراديكال هذا الراديكال هذا وهذا ما بصير على الديتكتر وبصير عندي على الديتكتر مجموعه من الايونز. فلازم عندي على السايكلوهيك على الهكسين بناء على التحليل هذا اللي حللناه انه يكون في عندي فمقابل كل ماس من هذول الماسز موجود سيجنال على الماس. خلينا امحي هاي ففي عندي اذا كان نحكي عن هذا الايون فهي موجود لكنه صغير شوي 71 57 هي موجود 29 هي موجود 43 هذا موجود. هسا في شغله اذا بتلاحظوها معي انه ال 15 هذا مش موجود تقريبا في السبيكترم نهائيا. هسا في نقطه مهمه انه كل ما زاد ستابيليتي الكاربوكاتيون كل ما زادت احتمال تكونه، وهذا هو من اهم اسباب ليش انه في عندي سيجنالز او بيك اعلى من بيك. فمثلا في هاي الحالة إذا نقارن هذا بهذا ال 71 مور ستيبل ذان ال 15. هو تشكل ال 71 لكن قليل، لكن نسبيا هذا تشكل وهذا ما تشكل. إذا بدي أقارن ال 57 بال 29 ال 57
تشكل وال 29 تشكل، لكن هذا مور ستيبل لأنه فيه عدد ذرات كربون أكثر. كمان ال 43 تشكل كونه ستيبل كاربو كاتيون، وهي البيس أو هي السيجنال لهذا الكومباوند. طبعا الاستابيليتي أو ليش بالضبط ال 57 أكثر بيس أو أكثر سيجنال موجود، مش راح أدخلكم في كتير هاي التفاصيل، بدي إياكم تعرفوا بس موضوع إنه الاستابيليتي للكاربوكاتيون إلها علاقة ب مين يكون البيس ومين ما يكونش. إن شاء الله مع الأمثلة بتفهموا إيش مطلوب منكم في هالموضوع. نرجع على السلايدز. هذا مثال ثاني إنه هذا الكومباوند راح ينكسر. طبعا هذا الكومباوند عشان ينكسر إما إنه راح ينكسر، إنه راح ينكسر من هون، فإما بتكون هذا الكومبوننتس وهذا راديكال أو العكس. بس واضح طبعا العكس راح يكون إنه الـ CH3 هو بوزيتيف، وهذا خليني أرسمه الأسلوب يكون الراديكال. لكن اذا بدنا نقارن واضح جدا انه هذا المور ستيبل كاربوكاتيون لانه تيرشري، وهذا المثل كاربوكاتيون مش راح يكون الاكثر عاده. فمتوقع يكون الام اوفر زي هذا 57 هو الاكثر عددا. فكمان مره الفراجمنت بتشكل لما الكاربو راديكال كاتيون يتكسر لأجزاء أصغر منه، زائد إنه عادة البوزيتيف تشارج بفضل يكون موجود على المور ستيبل كاربو كاتيون لأنه راح ينقسم عندي واحد منهم الراديكال واحد منهم البوزيتيف. حكينا إنه البوزيتيف تشارج يفضل يروح على المور ستيبل كاربو كاتيون، كل ما فضل الكومباوند انه يكون على الكاربو كاتيون كل ما كان هذا مور اباندنس، عدده اكثر في سبيكترا. هذا تمثيل للي شفناه في المثال، انه عندي الهكسين كان عندي فيه فراجمنتس، كل هاي الفراجمنتس بتبين عندي على سبيكترم. لكن في ملاحظة هون بدي تنتبهوا لها، انه عادة اذا بتطلعوا على مثلا هذا اللي هو المولكلر ايون موجود دائما فيه على يمين المركب اللي هو سيجنال صغيرة، يعني شايفين هنا في سيجنال صغيرة، هنا في سيجنال صغيرة. هاي السيجنال هي الكورسبوند للايزوتوب. الايزوتوب انتو عارفين الكربون ايزوت عنده ال 12 الوزن الذري، لكن في له نظير او ايزوتوب 13. هسه هذا الجهاز سنسورش جهاز ماس، وهو راح يفرق بين الماس لما يكون 12 وبين لما يكون 13. فمحتمل وجود في كل مولكيول فيه كربون انه يكون في عندي الام بلس 1 اللي هي الكربون 13. هاي السيجنال هي لها علاقه انه هذا المركب بيكون في جزء منه مكون مش من سي 12 من سي 13، عشان هيك بيكون السيجنال تبعته ام بلس 1 وهي لها علاقه بالايزوتوب. كمان انتبهوا هنا في اللي هي السيجنال الصغيره هاي اذا شايفينها، هنا في سيجنال هاي، في عندي هنا السيجنال هاي. كمان اذا ملاحظين دائما في معظم الحالات في بيكون قبل السيجنال في سيجنال قبلها مباشره ماينس 1. هاي الماينس 1 هي الفراجمنت اللي بيكون ناقص اتش. شو يعني؟ يعني ممكن يكون تشكل عندي هذا الفراجمنت ونفسه هذا الفراجمنت انكسر
منه فقط اتش، يعني اذا كان هذا سي اتش 3 سي اتش اتش، فاذا هذا نفسه الكاتيون انكسرت الاتش كمان فراح يطلع نفس المركب، لكن راح يطلع سي اتش 3 سي اتش بلس ويطلع الماس اوفر زي 28. فعشان هيك بنشوف مثلا عند ال 29 في واحد صغير هنا 28، عند ال 57 في واحد على 56، ممكن انكسر 2 اتش، يمكن هذا انكسر 1 اتش ويمكن انكسر كمان اتش. هو الفراجمنت هو فعليا هو ال 57 كمان مره، فعليا هو التكسير للهكسين هو انكسر اللي هو في هاي الحاله طلع عندي 2 كربون وصفى عندي هذا الفراجمنت 57، لكن ممكن يكون في انكسر من هذا الفراجمنت اتش طلعت هاي، او انكسر 2 اتش طلعت هاي السيجنال. عشان هيك انا بالنسبه لي بعتبر انه هذا هو الفراجمنت وهذا هو الفراجمنت والباقي هو تاخذ منهم اتش، وهذا 29 43 57. عشان هيك بركز على هذول فراجمنتس، ما بتطلع هذول اللي قبلهم مباشره او اللي بعدهم، لانه هذول اللي بعدهم هم الايزوتوب واللي قبلهم هم انكسار لواحد من الهيدروجين او اثنين من الكاتيون. طيب خلينا نحل مثال مع بعض بيساعدنا في التعرف على موضوع تحليل السبيكترم. احنا هسه بلشنا نتعلم، يعني صار واضح بالنسبه لكم لو بسالك انه كم المولكيولر ايون لهذول الكومباوندز اللي قدامك لهذول التو سبيكترا، واضح انه هاي المولكيولر ايون، ممكن اعرف المولكيولر ويت هذا الكومباوند. اتوقع هاي 98 وهذا برضه 98، لكن المعلومه اللي بدنا نتعلمها هسه انه تحليل هذا السبيكترا او الماس سبيكترا، او بالاصح او بالادق تحليل الفراجمنتس. خلينا نطلع على التو كومبوننتس هنا التو سبيكترم. عندي المثال بيحكي انه عندي عينتين، بس انا ما بعرف شو هم العينتين. واحدة من العينتين هم مثل سايكلو هكسين والثانية إيثيل سايكلو بنتين. كل واحد من سبيكترم A و B لواحد فيهم، لكن بدنا نعرف هذا لأنه سبيكترم وهذا لأنه سبيكترم. خلينا نروح على الوايت بورد نطلع. هذا هو الستركتشر له الميثيل سايكلو هكسان، وهذا هو الميثيل سايكلو هكسين. فانا خليني اتاكد كم هذا المولكيولر ويت. هذا 98، طبعا هذا لازم يطلع نفس المولكيولر ويت 98 لانهم بيحتوي على نفس عدد ذرات الكربون نفس عدد ذرات الهيدروجين. الاثنين المولكيولر فورمولا لهم C7H14. فمجرد معرفتي انه المولكيولر ويت 98 ما راح اقدر اميز بين هذول التو كومبوننت، لانه اذا ملاحظين هنا انه ال 98 هنا اثنين لهم نفس المولكيولر ويت، فما في مجال من مجرد اني اعرف المولكيولر ويت للتو كومبوننت اعرف انه هذا لمين. يعني لو كان فرضا هذا 98 وهذا 100 او 105 او 200 مباشره راح اعرف انه هذا لهذا وهذا لهذا، لكن كونهم الاثنين متشابهين اصعب انه اعرف هذا لانه سبيكترم. فعشان هيك لازم استخدم تحليل الفراجمنتس. طيب نطلع على السايكلوهكسان مثلا، شو متوقع له فراجمنت؟ فاول فراجمنت متوقع انه تنكسر هاي الرابطه. اذا انكسرت هاي الرابطه راح يطلع عندي جزئين، راح يطلع عندي CH3 راح يطلع عندي هذا الكومبوننت. هذا الكومبوننت 83. ملاحظين هنا هسه وين الاختلاف بين تو سبيكترم؟ هذا 83 موجود وهذا 83 موجود. هذا اذا انكسر الاولاني راح يطلع هذا البارت، هذا البارت برضه 83. طيب اذا انكسر من هذا اثنين اللي هم ال CH2 راح يصفي عندي هذا اللي هو 69. 69 طبعا موجود هنا وال 69 موجود هنا. هسه هاي هي النقطة اللي راح تخليني اعرف انو فيهم الكومباوند.
حكينا انه في هذا المركب اذا انكسر اول كسر هنا راح يطلع عندي هذا الكومبوننت اللي هو البلس 83. خليني اكتبهم هيك. هذا راح يطلع عندي CH3، راح يطلع عندي هذا الكومبوننت اللي هو سايكلوهكسان بلس. هنا لما ينكسر هذا الكسر من هون راح يطلع عندي طبعا CH3، مش داعي ارسمه، راح يطلع عندي هو بلس. هذا 83 وهذا 83. هسه خلينا نطلع مع بعض على التو كومباوندز. هذا سكندري كاربوكاتيون وهذا برايمري. هون البلس جاي على السي اتش سي اتش 2 هاي، فلازم مباشرة نتخيل انه احتمالية تكون هذا ويكون البيس بيك هاي اكبر لانه سكندري، وهذا لانه برايمري يكون هذا. وزيادة في التأكد خلينا نفترض تكسر ثاني لهذا الكومباوند اللي هو من هون. لما يتكسر من هنا راح يطلع عندي اللي هو سايكلو بنتان. هسه هذا صار سكندري كاربوكاتايون واللي هو المولكيولار ويت تبعته 69، علشان هيك صار 69 هو المور ستيبل او مور اباندنس. كمان مرة احنا افترضنا انه التكسير ونشوف شو بده يصير كل ايون. فلاحظنا انه اول تكسير للسايكلوهكسان بنتج لي سكندري كاربوكاتايون ماس 83، لكن التكسير الاول للإيثيل سايكلو بنتان بعطيني برايمري كاربوكاتايون، فهذا برايمري وهذا سكندري، علشان هيك لازم نتوقع انه في المقارنة هذا 83 قليل كثير لانها هاي برايمري، لكن 83 هنا عالي جدا لانها سكندري. عشان اتأكد كمان حكينا انه اذا كسرنا الكسر من مكان ثاني للسايكلو اللي هو إيثيل سايكلو بنتين، الكسر الثاني اللي هو بدل من هون اكسر من هون اعطاني كاربوكاتايون سكندري، هو صار اللي هو المور اباندنت. والمقابل في السايكلوهكسان مثل سايكلوهكسان مش هو المور اباندنت، عشان هيك استنتجت ان 83 هو السكندري هنا وهذا هو السكندري، فمعناته لازم يكون هذا الكومباوند اللي هو A اللي يكون إيثيل سايكلو بنتين، والبي يكون هو الميثيل سايكلو هكسين، وهذا هو الواقع. فطلع عندي هذا هو الكومباوند سامبل بي وهذا هو سامبل اي. هسه خلينا ناخذ مثال كيف اني استخدم داتا الاي ار وداتا الام اس في التعرف على الكومباوند. ففي عندي مثال هنا انه انا في عندي كومباوند هذا الام اس لهذا الكومباوند الام اس سبيكترم، وهذا الاي ار نفس الكومباوند. يعني هذولا انتم شايفينهم هم اي ار وماس لكومباوند. انو كومباوند فيهم؟ هل هو هذا اللي هو الكحول لكن ال 1 2 3 4 اللي هو بيوتانول، ولا هو السايكلو هكسانول؟ هسا نطلع على الاي ار والله ونحللها زي ما تعلمنا. زي ما احنا شايفين في منطقة 1500 لمنطقة 4000 مش مبين معاي غير اللي هي الاو اتش باند، وهاي اللي هي السي اتش باند موجودة على اس بي 3. واذا بتطلع على التو كومباوندز هذا ما بقدر يفرق بيناتهم،
لأنه هذا فيه أو OH اتش هيها، وهذا فيه أو OH. اتش هذا فيه سي اتش كربون، وهذا فيه سي اتش اس بي 3 كربون. الاي ار نهائيا ما بقدر يفرق لي بين هذول الاثنين. فبناء عليه هسه بتطلع على الماس. اهم معلومه بتطلع عليها في الماس انه الملكلر ويت 74. خليني اشوف كم الملكلر ويت لكل واحد فيهم. اروح على الكيم درو، طلع هذا الكومباوند كم الملكلر ويت 100، هذا 74. مباشرة من هاي المعلومة عرفت انه هذا الكومباوند 74 وهذا الكومباوند 100، وبناء عليه عرفت انه الملكلر ويت هذا 74، فمعناته هذا هو الكومباوند المضبوط وهذا مش هو الكومباوند. كمان مرة انا جمعت بين الاي ار والام اس، الام اس عرفت الملكلر ويت، بدأت افرق بين التو مولكيولز. طبعا ان شاء الله انا راح اجهز لكم مجموعة من البراكتس وانزل لكم اياها بالاضافة للاسايمنت. البراكتس راح احاول اعمل براكتس اتعلموا فيه شوي عن التحليل داتا الام اس زائد تحليل داتا ام اس مع اي ار مع بعض، والاسايمنت راح انزل لكم اياه راح يكون له علاقة في الموضوع انه مجموعة من السبيكترم تحلوها وتطلعوا ستراكشر او تحلوا اسئلة لها علاقة بتحليل الام اس والاي ار مع بعض. هسه مستعدات هاي وبعد هذولا مش مطلوب منكم تعرفوا هاي بس للمعلومة انه في انواع من التكسير في المركبات حسب الفانكشنال جروب مختلفة. يعني اعطيكم امثلة، في شيء اسمه الفا كليفج. كليفج يعني تكسير، انه مثلا في حالة الكحول من اكثر الكليفج اللي بتكون هو الكسر الكربون، ينكسر الرابطة اللي جنب الOH. يعني الOH ما بتنكسر، بتنكسر هاي الرابطة، هذا اسمه الفا كليفج، لانه احتمال كبير انه يكون هذا البيس بيك بسبب انه هذا كومون في الكحول. في تكسير ثاني في الكحول انه بتنكسر الاو اتش مع اتش من جنبها وبيطلع اشي اسمه ديهايدريشن كليفج. كمان مرة هذا الكليفج كله المعلومة بس، لكن بدي اياكم تعرفوا انه تحليل الام اس ممكن حتى من المولكيولر من الفراجمنت للماس اعرف انه احتمال انه عندي كحول لانه طلع عندي الالفا كليفج او طلع عندي الديهايدريشن ايرون. في حالة مثلا الامين، الامين من الكليفج المشهور اللي هو او الكومون اللي هو الالفا كليفج. في حالة الكربونيل في الفا كليفج بحيث تنكسر الكربون هاي اللي جنب الكربونيل، وفي شيء اسمه ماكلافيرتي ري ارينجمنت. في هذا الري ارينجمنت بصير في عندي كسر بطريقة مختلفة شوي، انه بصير في عندي ارتباط الاتش هاي مع الاو، بعدين هذا الرابطة بصير دبل بوند، لكن بطلع عندي بالاخر دبل بوند جديدة وبطلع عندي ايون له ماس. من خلال هذا الماس ممكن اصير اتنبأ انه عندي كربونيل او لا. لكن كمان مرة كل هذول السلايدات اللي هم نحكي عن تكسير الفانكشنال جروب مش مطلوبة منكم. هيك تقريبا ان شاء الله بنكون خلصنا الشابتر تبع الماس. ان شاء الله اليوم الخميس بتحاولوا انكم تحضروا هذا المحاضرة لحد يوم الاحد عشان تقدروا تسألوا. كمان مرة احنا بدنا نعتمد نظام انه ننزل المحاضرة الخميس، بحيث انه يكون الخميس والجمعة والسبت والاحد لحد الساعة 3 معكم مجال انكم تشوفوا المحاضرة، بحيث انه يوم الاحد تسألوا. يوم الاحد بننزل ان شاء الله محاضرة جديدة، بحيث انه الاحد والاثنين معكم تشوفوها والثلاثة تسألوا. يوم الثلاثة بنزل محاضرة بحيث انه معك ثلاثة واربعة ولحد الخميس الساعة 3 تشوفها وترجع تسأل في محاضرة الخميس، علشان ننظم موضوع وقت نزول المحاضرات وانه تكونوا انتوا في محاضرات تفاعلية
حاضرين المحاضرة وتقدروا تسألوا. ونقطة أخيرة لو سمحتوا، اللي ما عبى فيكم الاستبيان عن رأيه في التعليم عن بعد ورأيه في هذه الطريقة إنه يعبيه، لساته الاستبيان شغال. واللي حابب يأخذ بالطريقة مختلفة اللي هي محاضرات مباشرة في وقت المحاضرة بدون تسجيل، يسجل اسمه، لأنه لحد الآن ما في غير طالب واحد سجل اسمه، وصعب إنه نعمل محاضرة خاصة لطالب. فبستنى أشوف إذا جمع عدد مناسب من الطلاب ممكن نعمل له محاضرة، أما إذا ضل واحد أو اثنين بالكثير صعب إنه أعملهم محاضرة خاصة فيهم. فيبدو إنه لحد الآن حسب الاستبيان، يعني يمكن في 65 واحد فيكم عبى، لحد الآن المعظم الأغلبية العظمى بدهم هاي الطريقة تستمر. طبعا أكيد راح تستمر كون الأغلبية بدها، لكن إذا كان في جزء مناسب إنه يعطى محاضرة بشكل خاص، يعني أنا أتخيل يعني 7 طلاب 8 طلاب ممكن نعمل لهم محاضرة خاصة بالطريقة اللي هم بيشوفوها مناسبة. ويعطيكم ألف عافية.